طيب خلينا نبدا بقى. احنا ان شاء الله هنبدا النهارده في الكورس. احنا خدنا امبارح محاضره مقدمه، نفتح بقى الماتيريال نفسها، وزي ما اتفقنا انا عامل اجنده للكورس كله، هنمشي معاها كده خطوه خطوه. يعني بصوا كده، انا هخش على الفايل دوت ده كده. احنا خلصنا منه الحمد لله امبارح المقدمه بتاعت الكورس. هنبدا بقى في اول تاسك النهارده هناخده، بيتكلم على ايه؟ سيسكو ديفايسز سيميوليشن بروجرامز. يعني ايه البرامج اللي بتعمل محاكاه لاجهزه سيسكو؟ لان احنا طبعا هنعمل لابات كتير جدا هنحتاج فيها نشتغل على اجهزه سيسكو، سواء راوترات، سويتشات وهكذا. طيب احنا اما نجيب سويتشات وراوترات حقيقيه ونشتغل عليها، وطبعا ده هيبقى موضوع مكلف، وساعات بنحتاج نعمل لابات كبيره فيها عدد كبير من السويتشات والراوترات، يا اما برامج تعمل لك محاكاه لهذه الاجهزه وكانك اشتريتها وتشتغل عليها كانها فعلا قدامك. فعايزين نعرف ايه هي البرامج البروفيشنال اللي تقدر تعمل حاجه زي كده، وازاي نجهز اللاب اللي هنطبق عليه عملي. طبعا انت عشان تعمل حاجه زي كده محتاج برامج ومحتاج تولز هنشتغل عليها. زي ما اتفقنا في محاضره امبارح، انا عامل ملف تكست اهو في لينكات لكل الماتيريالز اللي هنحتاجها. الملف ده انا حالا اهو هبعت لكم في الشات نسخه منه، هبعت لكم في الشات نسخه منه. واداره المعهد عملت جروب على الواتس، بس لسه هتضيفكم فيه. مجرد بس ما تضيفكم فيه هبعت لكم نفس الفايل ده على جروب الواتس. تمام. المفترض الفايل اللي انا بعته ده يظهر عندكم، بس للاسف لو بعض الناس داخله من موبايلات ممكن ما يظهرش معاه. كده كده انا هبعته على جروب الواتس، انا بعته كده في الشات، حد يطمني بس ان هو ظهر عندكم. تمام. ايه ممتاز، موجود. تمام. طيب في لينك كمان لايه؟ مش احنا اتفقنا ان انا هعمل اجنده لكل سيشن؟ يعني مثلا اوريك من جروب قبل كده سيشن 1 اللي اخدوه، سيشن 2 والله دي النقاط اللي غطيناها، سيشن 3 وهكذا. طب انت لو عايز الاجندات لكل سيشن دي توصل لها ازاي؟ انا عامل لينك اهو، انتوا جروب 6. تمام. اللينك اللي انا هبعته لكم ده هتتابعوه باستمرار، سجله عندك، سيبه في البراوزر مثلا اهو. يعني حتى انا لو فتحت اللينك ده هفتحه اهو، اللينك ده لما هتفتحه هتلاقي فيه ايه بقى؟ مش هتلاقي فيه غير سيشن 1 اللي هي كانت امبارح. فايل مكتوب فيه ان احنا خدنا الانترو بس. طب سيشن 2 و 3 تباعا هينزلوا اول باول هنا. تمام. فانت هتتابع اللينك ده باستمرار عشان تحصل على نسخه من الاجنده بتاعت كل محاضره. اتمنى تكون الدنيا واضحه. هنبدا بقى دلوقتي. قبل ما نبدا، حد عنده اي سؤال محتاج توضيح قبل ما ابدا؟ ايه البرامج اللي هنحتاجها عشان نطبق عملي ان شاء الله؟ اولا البرنامج المشهور اللي انتوا اشتغلتوا عليه كتير في الان ايه؟ الباكت تريسر. باكت تريسر اكيد طبعا كلكم عارفينه واشتغلنا عليه، وهنعمل عليه لابات كتير في الان بي. هنستخدمه في الان بي. خد بالك الباكت تريسر يعني لا يرتقي لليفل الان بي، هو يشتغل معاك في الان ايه زي الفل، لكن في الان بي الباكت تريسر لا يكفي. احنا هنشتغل عليه لو في مواضيع معينه هنشرحها. الباكت تريسر يشغلنا فيها، يعني يقدر يعملها والاوامر بتاعتها سبورتد على الباكت تريسر، خير وبركه خلاص هنشتغل على انه اخف واسهل برنامج في التعامل. طب الباكت تريسر مش هيقدر يعمل اللاب او الموضوع اللي احنا بنشرحه، خلاص يبقى هنلجأ لبرامج اخرى. زي ايه كده؟ في برنامج اسمه جي ان اس 3، وفي غيره وانا هقول لك. يعني احنا امام ثلاث احتمالات غير الباكت تريسر. جي ان اس 3 ده عباره عن ايه؟ خليني افتحه لك، انا هوريه لك، انا منزله عندي ومجهزه اهو. برنامج بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. في الشمال كده كاتيجوريز دي مجموعه موديلات راوترات، دي مجموعه موديلات سويتشات، انا حاطط فيه كمان اجهزه سكيورتي. مهم يعني ده اهو زي ما انت شايف كده، تسحب راوتر. خد بالك الجي ان اس 3 بيقدر يشغل نظام التشغيل الحقيقي
اللي بينزل على راوترات سيسكو. يعني انت لما تسحب راوتر من هنا كده تحطه، انت كده كأن عندك راوتر سيسكو حقيقي، ولما تيجي تشغله يعني ممكن على فكرة توصل كده ده بده مثلا بالمنظر ده، لما تيجي تشغل بص تشغل من هنا كأن عندك فعلا راوتر بجد، والدبل كليك عليه وتصبر عليه لما يفتح، مش بيفتح بسرعة زي الباكت تريسر. الباكت تريسر ده حاجة كده يعني سيميوليشن، مش حاجة حقيقية. وكمان الباكت تريسر فيه اوبشن اسمه فاست فورورد، فاست فورورد ده بيسرع عشان يخلي الدنيا تشتغل بسرعة. لا انت هنا بتتكلم كأن عندك راوتر حقيقي لازم تصبر عليه لما يفتح على مهله. اهو اصبر عليه كده فتح. بص جرب بقى، ممكن نكبر الخط كده شوية عشان الدنيا تبقى واضحة، وجرب بقى انت كده كأن عندك راوتر حقيقي وشغال عليه. هتلاقي برضو في الباكت تريسر هنا سوري في الجي ان اس 3 هنا في مجموعة موديلات راوترات، في مجموعة سويتشات وهكذا. فده برضو من ضمن البرامج اللي هنشتغل. لو في موضوع معين جربنا الأوامر بتاعته على الباكت تريسر ما نفعتش، يبقى هنضطر نشتغل على الجي ان اس 3. جي ان اس 3 عيبه ان مشاكله كتير ومحتاج خبره كده في التعامل معاه، تمام؟ فعملوا ايه؟ عملوا حاجه اسهل منه، مشاكلها مش كتير زي الجي ان اس 3، برنامج اسمه ايف ان جي او برنامج اسمه بي نت لاب. الاثنين تقريبا شبه بعض، يعني انت لو اشتغلت على ده او اشتغلت على ده ممكن ما تفرقش ما بينهم، تقريبا يعني 98% شبه بعض. هنشوف برضو يعني احنا امام دلوقتي كام احتمال، يعني نشتغل على الباكت تريسر، يعني نشتغل على الجي ان اس 3، يعني نشتغل على الايف ان جي او البنت لاب، الاثنين دول شبه بعض. طيب لو فرضا انت عايز تشتغل على الجي ان اس، انا عن نفسي انا بشتغل على الجي ان اس 3. طب وانت مش قلت لنا يا باشمهندس ان هو في مشاكل؟ وانا الحمد لله عندي خبره في التعامل معاه، ويعني 99% من المشاكل اللي بتقابلتني انا بقى عارف حلول ليها، فهو بالتالي يعني مستريح انا جدا مع الجي ان اس. الناس تقول لك لا ابعدني عن الجي ان اس كده كده. انا هقول لك حاجه انا عملتها تخليك انت كمان تستخدم الجي ان اس حتى لو انت ما عندكش خبره فيه، وان شاء الله ما تقابلكش مشاكل. ايه اللي انا عملته ده؟ انا عامل فيرتشوال ماشين جاهزه مسطب لك جواها الجي ان اس 3 جاهز بكل الاعاده اللي هتحتاجها، ومحلول فيه كل المشاكل اللي ممكن تقابلك. فيرتشوال ماشين، ايه الفيرتشوال ماشين عشان الناس اللي مش عارفه يعني ايه فيرتشوال ماشين؟ في برنامج مشهور كده اسمه في ام وير، اكيد الناس سمعت عنه، يعني انا هشغله دلوقتي وهديكم طبعا نسخه منه. برنامج اسمه في ام وير، هفتحه. ده البرنامج ده بتقدر تصنع من خلاله اجهزه وهميه وتنزل على هذه الاجهزه الوهميه نظام التشغيل اللي انت عايزه. يعني بص مثلا ده جهاز عليه ويندوز 7، ممكن اشغله كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت واستخدمه. جه بص ده عليه ويندوز 7 وتفتح كده عادي وتتعامل كان عندك كان عندك جهاز كمبيوتر اخر غير الجهاز الاصلي اللي عندك. مثلا ده جهاز عليه ويندوز 10، ممكن اشغله كده واستخدمه. ده جهاز عليه اكس في، واخدين بالكم؟ فبرنامج الفي ام وير هو برنامج يستطيع ان هو يعمل لك اجهزه وهميه وتنزل انت مثلا على ده 7، تنزل على ده 10، تنزل على ده اكس في. انا منزل مثلا على دوت لينكس وهكذا. فانا عامل ايه؟ انا مجهز لكم فيرتشوال ماشين جاهزه. فين هي؟ طبعا هديكم نسخه منها، اسمها انا مسميها سيسكو في ام، سيسكو في ام اهي. انت مطلوب منك يكون معاك نسخه من هذه الماشين، وهديك طبعا هوريك اللينك اللي فيه نسخه منها، ومعاك نسخه من برنامج الفي ام وير. بتسطب برنامج الفي ام وير وبعدين بتشغل هذه الماشين من خلال برنامج الفي ام وير، وهقول لك ازاي. وتشغلها. لما تشغلها هتلاقي الماشين دي جواها ويندوز جاهز، ويندوز جاهز ومتسطب جواه البرامج اللي هنحتاجها للتطبيق العملي. يعني متسطب جواه جي ان اس 3 باعداداته كامله، متسطب وجاهز على الاستخدام على طول زي ما هتشوف قدامك دلوقتي. يبقى انت دلوقتي عايز نسخه من ايه؟ عايز نسخه من برنامج الفي ام وير، وعايز نسخه من هذه الماشين الجاهزه.
اللي اسمها سيسكو في ام، هوريكم طبعا في اللينكات، عشان اديتكم في البدايه ملف تكست فيه كل اللينكات اللي هنحتاجها، هوريكم فين بس بالظبط عشان ما تتلخبطش. ثواني بس الماشين دي تفتح واوريك شكلها من جوه عامل ازاي. ممكن نجيب فول سكرين من هنا، نكبر الشاشة عشان تبقى الدنيا أوضح. بتفتح دي عبارة عن إيه؟ ماشين أنا منزل عليها ويندوز سيرفر، ويندوز سيرفر، ومسطب لك جواها الجي ان اس اس ريال، مسطب لك كمان الباكت تريسر. يعني الباكت تريسر مع الجهاز، وخلي بالك الباكت تريسر فيه منه إصدارات، يعني احدث اصدار نزل من الباكت تريسر مش عارف 8 2 او 8 1. انا منزل هنا 6 2 ومنزل 7 1، حلوين دول هيشتغلوا معانا زي الفل. لو احتاجنا اصدار احدث هديك برضو لينك ليه، فانا ما تقلقوش، هديكوا لينكات للباكت تريسر، هديكوا لينكات لبرنامج الفيم وير، هديكوا لينكات للجي ان اس 3 برضو. اه بص جي ان اس 3 جاهز على الاستخدام، يا دوبك تفتحه بس كده، انت بس تشغل الفيم مال اللي انا اعطيها لك دي، افتحه كده وعيش حياتك بقى. حط راوترات، حط سويتشات، هنحط مثلا انا بحب دايما اشتغل على الراوتر ده ال 3745. اه تسحب كده اشتغل اهو زي الفل. وده كمان عايز تسحب سويتشات، استخدم اخر سويتش ده. اه اسحب سويتشات، وصل لينكاتك زي ما انت عايز بالمنظر ده، شغل من هنا، هنا هيشغل لك كله. دبل كليك على الجهاز اللي انت عايز تشتغل عليه، هتفتح الصفحه بتاعت الاعدادات بتاعته وتبدا تستخدمها وتعمل اللي انت عايزه. فده جاهز اهو على الاستخدام على طول. انت كده عايز مني ايه؟ اولا نسخه من برنامج الفيم وير. تعالوا كده نروح لملف التكست اللي انا قلت لك فيه كل اللينكات اللي هنحتاجها. هتلاقي حضرتك هنا برنامج الفيم وير ورك ستيشن اهو. ادي لينك لي، هتحمله وتسطبه، السيت اب بتاعه عادي جدا تافه زي اي برنامج بيتسطب، وبيحتاج سيريال، هتلاقي السيريال مدمج معاه. تمام، فده ده كده لينك البرنامج الفيم وير. طيب انت كده عايز بقى نسخه من الفيم مايا ديت، سيسكو في ام، فين هي؟ اهي بصوا، سيسكو في ام ويز اول سيميوليشن بروجرام، ده اللينك بتاعها. طب لما تحملها، اولا لما تحملها هتلاقي الملف بتاعها مضغوط، هتعمل ايه؟ هتفك الضغط بتاعه ببرنامج وين رار مثلا. طب وبعدين بعد ما تفك الضغط بتاعه اقول لك تعمل ايه؟ يعني انا عندي الفولدر اهو موجود عندي في الدي، انا حاططها في الدي، هتلاقي الفولدر ده لما تحملها هو ده الفولدر اللي هيظهر لك. طب اشغلها ازاي؟ بتروح على الفايل اللي اسمه سيسكو في ام دوت في ام اكس. لا انهي فايل؟ اللي هو دوت في ام اكس. هتلاقي حتى الايقونه بتاعته مميزه شويه وشكلها مختلف عن باقي الايقونات اللي حواليها، يا دوبك بس بالدبل كليك عليها بتظهر لك الماشين هنا. يعني عارفين لو انا اهو طفيت هذه الماشين شوت داون وشلتها من هنا خالص، هشيلها، هدوس اكس هنا، هشيلها من هنا خالص، انا كده طفيتها وهشيلها. طب انا لو رحت على الفايل دوت دبل كليك عليه هتظهر لي دلوقتي، بس تقوم جاي مشغلها. ممكن تزود لها الرامات، يعني انا عاطيها هنا رامات قد ايه؟ 4 جيجا. لو انت هتعمل جواها لاب كبير على الجي ان اس 3 ولا حاجه فبتحتاج رامات عاليه، فانت ممكن تزود الرامات بتاعتها تخليها مثلا 8 جيجا، بس طبعا يبقى جهازك امكانياته تسمح. خليها 8 جيجا، خليها 16 لو انت جهازك مثلا 32 جيجا رام، خلاص خليها 16. جهازك لو 16 جيجا خليها 8 كويس. تمام اهو. فانا هنا عاملها 4، ولو احتجت بزود بخليها ايه مثلا 8، وبعدين يبقى فاضل لك بس ان انت تشغلها من هنا وتعيش حياتك بقى وتنطلق جواها. طيب يبقى احنا كده شفنا اللينكات اهو، يبقى انت معاك الجي ان اس 3
جاهز جوه الفي ام اي ديت، ومعاك كمان برنامج الفي ام ورك ستيشن. طب انت لو عايز برنامج الباكت تريسر بجميع اصداراته، بصوا هتلاقوا هنا اهو حاطط لك لينك البرنامج الباكت تريسر ده تحديدا فيرجن 6.2. انا بحب اشتغل على الفيرجن ده، في كده بعض المميزات اللي مش موجوده في الفيرجنز الاحدث طبعا، والفيرجن الاحدث فيها مميزات تانية، بس 6.2 ده يشغلني زي الفل. بعض اللابات البسيطه بنحتاج نشتغل على الفيرجنات الاحدث من 6.2. طب تجيبها منين؟ ده لينك ل 6.2 تنزله وتسطبه. عايز حاجه احدث، شايفين اللينك ده؟ اللينك ده فيه كل الاصدارات، يعني لو انا دخلت كده على اللينك دوت، هتلاقي بقى فيه ايه بقى، ما شاء الله. ابص احدث حاجه نزلت كام؟ 8.1.1. عايز نسخه ايه؟ نسخه 32 ولا 64، ولا عايزه لللينكس، ولا عايزه للماك، يعني في كذا اصدار حسب نظام التشغيل اللي عندك. عايز فيرجن 8، عايز فيرجن 7، عايز فيرجن 7.3، 7.2، 7.1، مش بص 6.3، حاجات قديمه قوي لو عايز اهو. ده كده لو انت عايز حاجات احدث، ولكن انا بفضل اشتغل على النسخه اللي هي كام؟ 6.2. وبعض الحاجات البسيطه بنحتاج نشتغل على النسخه الاحدث. طيب يبقى انت كده بفضل الله معاك نسخه من الباكت تريسر، معاك الجي ان اس 3، شفنا نشتغل عليه ازاي. طب انت لو حابب تشتغل على الايف ان جي او البينت لاب، انا قلت لك الاثنين دول تقريبا شبه بعض، فانا مش محتاج اشرح لك الاثنين، لو شرحت لك واحد خلاص. البينت لاب انا عشان ما تعبكش وتقعد انت بقى تدور وتعمل وتشوف ازاي تجهزه وتسطبه وتعمله، انا عاطيلك برضو فيرشوال ماشين جاهزه، هوريها لك عندي وهقول لك وهديك لينك ليها اهي. ماشين جاهزه انا ظبطتها وعملتها وحطيت جواها البينت لاب، وحطيت كمان جواه الراوترات والسويتشات، موديلات الراوترات والسويتشات اللي هنحتاجها في التطبيق العملي. فانت كل اللي هتعمله ايه؟ هتحملها عادي. فين اللينك بتاعها؟ اهو انزل كده تحت، ما انا مسميها ماي بينت لاب، ده اصدار كام؟ 4.2.10. تمام، هتحملها من اللينك ده وبرضه تشغلها بنفس الطريقه اللي شغلنا بيها اللي هي سيسكو ايه في ام. طيب وبعدين بعد ما تحملها عادي هتشغلها، انا بس عاطيها رامات 8 جيجا، ده الافضل عشان تشتغل معاك كويس وتشغل فيها عدد اكبر من الراوترات والسويتشات، وبعدين هتشغلها من هنا. طب وبعد ما نشغلها هنشوف بقى هنا طريقه التعامل معاها. بعد ما نشغل تصبر عليها، بتاخد لها دقيقتين عقبال ما تفتح ولا حاجه، عقبال ما تفتح كده. حد عنده اي سؤال؟ بصوا لو انا شغال وحد عنده اي سؤال، قدامك ثلاث اختيارات، يا تكتب سؤالك في الشات براحتك، يا في اوبشن في الزوم اسمه ريز هاند، بترفع ايديك كده، انا بفهم ان انت عايز تسال، ففي الوقت المناسب بوقف الشرح وباخد سؤالك، او شغل المايك واسال، يعني شوف الطريقه اللي تناسبك. استنى، حد بقى عنده اي سؤال على البينت لاب كده تفتح؟ طيب هنشوف دلوقتي لما هتفتح ايه اللي هيحصل. مهندس سلطان بيسال ايه البرنامج اللي بتطبق فيه معانا؟ اقول لك انا بشتغل في الكورس، لو في حاجه معينه الباكت تريسر يقدر يعملها بنعملها على الباكت تريسر، لانه اسهل حاجه في الاستخدام واسرع حاجه. طب في مواضيع معينه الباكت تريسر لا يدعمها، انا بشتغل على الجي ان اس 3، لان انا بفضل الله عندي خبره في التعامل معاه، وانا كمان عاطيه لك جاهز محطوط فيه كل اللي هتحتاجه ومحلول فيه معظم المشاكل اللي ايه اللي كانت بتظهر فيه يعني. فانا هشتغل على الباكت تريسر والجي ان اس 3. في ناس بتحب تشتغل على البنت لاب، في ناس بتحب تشتغل على الايف ان جي، لكن انا في شرحي زي ما اتفقنا هشتغل على الباكت تريسر والجي ان اس 3. تمام، امين واياك. طب تعالوا برضو نلقي نظره على البنت لاب. البنت لاب اهو اشتغل، فتح. بص اول ما فتح بيجيب لك شاشه سودا كده، ما بيجيب لكش حاجه. الله، طب وانا اشتغل عليه ازاي دوت؟ كاتب لك هنا بيقول لك خش على الاي بي ده من المتصفح، يعني تفتح المتصفح على جهازك، الاي بي اللي ظهر لك هنا كام؟ 192.168.229. يبقى تفتح كده المتصفح عندك وتكتب 192.168.229.
29 وتدوس انتر وتسيبه يحمل شويه، هيدخلك على صفحه الدخول بتاعه البينت لوجر. هو كاتب لك بيقول لك خد بالك الاكونت اللي هتدخل بيه اليوزر ادمن والباسورد بي نت، فهتكتب هنا بمنتهى البساطه ادمن والباسورد بي نت. طب وبعدين كاتب بس هنا ايه الكود دوت، حسب ما يظهر لك بيقول لك اكتب تي ار وتقول له لوجن، هيفتح معاك البنت لاب. وبعدين استخدمه ازاي بقى؟ بتدوس على تالت ايقونه من الشمال دي اسمها اد نيو لاب، عايز تعمل لاب جديد تقول له هنا مثلا لاب 1، ادي له اي اسم يعجبك وتقول له اد، هيقوم جاي فاتح لك صفحه لهذا اللاب اللي اسمه لاب 1، وتبدا بقى تعيش حياتك صفحه فاضيه تبني فيها اللاب بتاعك. طب ابنيه ازاي؟ رايت كليك هنا كده تقول له انا عايز اضيف نود. نود معناها ايه؟ عايز ضيف راوتر سويتش فايرول نود. فجايب لك لسته، انا حاطط لك جوه البينت لاب الراوترات والسويتشات اللي هنحتاجها، تمام؟ فانت مثلا هتسحب ايه، زي مثلا الراوتر اللي هو ال 3745 ده راوتر، ده عايز سويتش ممكن تسحب اللي هو في اي او اس سويتش ده. انا حاطط لك طبعا كذا موديل من الراوترات في ال 7200، فانا مثلا هسحب ال 3745، اقول لك عايز كام واحد منهم، ممكن اقول انا عايز ثلاثه مثلا، ثلاث راوترات. وبعدين اقول له ايه تحت ايه سيف، بص هيحط لي دلوقتي حط لي ثلاث راوترات، انقلهم بقى انت كده بمعرفتك نظمهم. عايز سويتشات ماشي، رايت كليك هنا اقول له انا عايز اضيف نود، زي مثلا هحط اختار سيسكو في اي او اس دوت، واختار مثلا براحتك ست سويتشات مثلا، واقول له ايه سيف. بالك عشان كل ما تحط راوترات وسويتشات كل ما تحتاج تستهلك من الرامات بتاعت جهازك اكتر. فاحنا عاطين، احنا عاطين البنت لاب رامات قد ايه؟ احنا عاطينها رامات شوف كده 8 جيجا. طيب انت هتشغل راوترات وسويتشات على قد ال 8 جيجا. بص انا لما باجي اضيف راوتر، يعني زي مثلا لو ضفت الراوتر اللي هو ال 3745 ده بيسحب من الرامات قد ايه؟ بيسحب من الرامات ربع جيجا، فانت احسبها بقى. يعني لو حطيت اربع راوترات يسحبوا جيجا. طيب لو انا حطيت السويتش اللي هو ده اللي انا حطيته من شويه ده اللي هو في اي او اس، ده بيسحب من الرامات دي، خد بالك ده بيسحب جيجا. يعني كده الست سويتشات اللي انا حطيتهم دول لوحدهم هيسحبوا 6 جيجا. فاعمل حسابك، ها عايز حاجات اكتر يبقى زود الرامات بتاعه البينت لاب. تنظم بقى الدنيا، لو عايز تعمل لاب توصل راوترات بسويتشات ببعضها نظم براحتك. عايز توصل كابلات ازاي؟ هنا نوصل كابلات، احنا في الجي ان اس 3 كنت بعمل ايه؟ كنت مثلا باجي هنا كده بدوس على الايقونه ديت واوصل كده، يقول لي عايز انهي فتحه، اقول له الفتحه دي مثلا بالفتحه دي. طب هنا في البينت لاب بتدوس على اي جهاز تلاقي علامه البلاج دي، تقوم جاي دايس عليها او سوري تسحبها كده، هيقول لك طب عايز توصله كده، انت عايز توصله من الراوتر الاولاني فاني فتحه سي مثلا اف 0 على 0، طب في الراوتر الثاني فاني فتحه اف 0 على 0، تقول له سي بس خلاص انت كده وصلت ايه لينك من هنا لهنا. عايز توصل مثلا من هنا لهنا سي، عايز توصل مثلا من هنا لهنا سي. طب عايز تشغل دول عشان تبدا تكتب عليهم كوماندات، قدامك حل من اثنين، يا ترايت كليك هنا كده ستارت، بس كده هيستارت ايه؟ هيستارت ده بس كده هيشغل ده بس. طب انا عايز اشغل كله، بص تقوم جاي ساحب الشريط اللي على الشمال دوت وتخش على سيت اب نودز تقول له ستارت اول نودز، استنى عليهم لما ايه يفتحوا، ستوب اول نودز لو عايز ايه توقف كله، وهكذا بقى. انا شغلت ده بس، طب بعد ما شغلته واكتب اوامر عليه ازاي؟ دبل كليك عليه بس، دبل كليك عليه هيبدا اهو يظهر عليه فتح معايا، وعيش حياتك بقى. نو يظهر عليه بيحمل، يلا بينا اهو خلاص هيبدا، يلا عيش حياتك بقى واكتب اوامرك واعمل اللي انت عايزه، تمام.
نقفل كده. يبقى انا اديتك فكره، هو عارف لو اشتغلت على الاي في ان جي، الاي في ان جي برضه نفس الفكره، هتلاقيه تقريبا بنسبه 99% شبه البنت. فانت يكفيك ده او ده، يعني ما تقعدش تتعب نفسك وتنزل الاثنين. انا كده خلصت البرامج اللي هنحتاجها في التطبيق العملي، واعطيتك كمان لينكات لنسخ منها. الناس تحاول في اقرب فرصه في البريك النهارده او بعد المحاضره تنزلوا اللينكات اللي انا قلت عليها، تمام؟ ممكن حضرتك بعد ما تنزل الفيم وير وتنزل الفيرشوال ماشين، ممكن تقابلك بعض المشاكل، مثلا ما تعرفش تسطب الفيم وير مع انه سهل جدا في السيت اب. مثلا ما تعرفش ازاي تشغل في ام، ايه بقى هتعمل ايه ساعتها؟ لو عملت الكلام ده في البريك، بعد البريك هخليك تشغل الشير عندك عشان اشوف المشكله فين واحاول احلها معاك ان شاء الله، تمام؟ فاللي عنده اي مشكله وبيطبق عملي شغل الشير عندك واشوف معاك واحده واحده المشكله فين. مهندس هيثم عايز تسال؟ اتفضل. بعد اذنك حبيبنا، الحين سويت داونلود للفيرم وير، يسالني عن البرودكت هي واللايسن. تمام، ما احنا قلنا في ملف تكست مع الفايل ده، في اللايسنس، يعني في هتلاقي كده، خد هتلاقي كذا سيريال، خد اول واحد فوق او اي واحد منهم والدهول هيشتغل معاك زي الفل. اوكي شكرا لك. نعم، حد عنده اي سؤال تاني؟ عشان هنبدا بقى في المنهج، ها، فاللي عنده اي سؤال يلحق يساله دلوقتي قبل ما ابدا بقى في المنهج فعليا. طيب انا خلاص بقى هطفي المينت لاب، لان زي ما اتفقنا مع بعض انا هشتغل على الباكت تريسر والجي ان اس. بصوا احنا كده خلصنا الجزء ده، صح؟ هاخده كده كوبي زي ما اتفقنا، عشان انا كل سيشن بعمل لها الاجنده الخاصه بيه. انتوا زي ما اتفقنا جروب 6، سيشن 2 اللي هي بتاريخ النهارده 1/8، حتى الان يعني احنا لسه المحاضره ما خلصتش، ده الجزء اللي خلص. هاخد فاصل كده عشان نشوف هنكمل ايه بعد كده، نبقى نضيفه للاجنده بتاعت محاضره النهارده. جميل، يلا نكمل. اول جزء في المنهج بتاعنا جزء مهم جدا جدا، بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على السويتشنج ديزاينز. ايه الديزاينات المختلفه اللي بتستخدم لبناء شبكه عن طريق سويتشات، وايه الحاجات اللي لازم نراعيها عشان ما تحصلش مشاكل في النتورك اللي احنا بنينها. فبنتكلم على حاجه اسمها ايه، السويتشنج ديزاينز. نبدا كده واحده واحده. تخيلوا معايا لو انا عندي في شركه، نمسح بس ده، انا هرسم اللاب بتاعي هنا مجرد بس رسم للشرح والطول. تخيلوا في شركه، كل اللي عندي في الشركه عباره عن ايه؟ سي 20 جهاز، 10 اجهزه محطوطين في مكان، سي مثلا دول او خليهم 8 اجهزه، متجمعين كلهم في مكان واحد، وفي اجهزه تانيه في نفس الشركة في نفس المبنى بتاع الشركة بس محطوطين في مكان تاني بعيد شوية، تمام؟ وطلب مني ان انا يعني اربط الاجهزة دي كلها ببعضها. بص، طالما في مجموعة سويتشات متجمعة في مكان واحد وعايزين نربطها ببعض، يبقى الديزاين الصح ان انا اعمل ايه؟ اجيب سويتش واوصل فيه هذه المجموعة. يبقى الديزاين بتاعنا هيكون كالاتي، اهو اوصل فيه المجموعه دي. وعشان المجموعه ديت بعيده عني في مكان اخر، مش معقوله هوصل هذه المجموعه هي كمان بانهي سويتش بالسويتش ده، يعني مش معقوله بقى اقعد امد كابل، يعني قد يكون في هنا مسافه كبيره ما بين ده، اقعد امد انا كابلات من السويتش دوت للاجهزه البعيده ديت. قال لك لا، يعني الصح هنا توفيرا للمجهود وتوفيرا للكابلات، اعمل ايه؟ جيب سويتش كمان. ده ديزاين بسيط جدا، ها؟ لسه الدنيا، احنا هنكبر الدنيا كمان شويه. احنا هنا بنتكلم في شركه فيها 20 30 جهاز ولا 50 جهاز ولا 100 جهاز، مجموعه في مكان ومجموعه في مكان تاني.
الدنيا هتكبر كمان شويه هقول لك تعمل ايه وتتعامل ازاي ساعتها. فهنجيب سويتش تاني نوصل بيه ايه؟ نوصل بيه المجموعه التانيه دي بالمنظر ده. طيب انا اكيد عايز الدنيا كلها تعرف تتواصل مع بعضها، يعني انا عايز الاجهزه اللي في المكان ده يكون عندها القدره ان هي تتواصل مع الاجهزه اللي في المكان ده. العقل والمنطق بيقول ايه؟ طالما هم سويتشين مجموعه هنا ومجموعه هنا، نعمل ايه؟ نربط السويتشين ببعض. يعني انا دلوقتي في الديزاين بتاعي هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي تو سويتشز، اثنين بس. هذا ديزاين بسيط، عايزين نوفر كونكشنز ما بينهم. فهنعمل ايه بالعقل والمنطق؟ هنوصل لينك ما بين السويتش ده والسويتش ده. هنا بقى في حاجات لازم نراعيها في توصيل سويتشين ببعض، في بعض الحاجات لازم نراعيها عشان يبقى الديزاين بتاعنا صح وما فيهوش اي مشاكل. ايه بقى الحاجات دي؟ يقول لك لابد ان اللينك اللي ما بين السويتش ده والسويتش ده يكون اسرع عشرات المرات من اللينكات اللي واصله باجهزه الكمبيوتر. بمعنى ايه؟ هنفترض ان اللينكات اللي واصله بهذه الاجهزه سرعتها فاست ايثرنت. حد عارف لو انا عندي لينكات سرعتها فاست ايثرنت تبقى كام؟ سرعتها كام الفاست ايثرنت؟ الناس اللي مذاكره بقى وفاكره لان ايه يبقى سرعتها كام؟ طب اسال سؤال تاني، انا لو عندي ايه ممتاز الله يفتح عليك مهندس هيثم 100 ميجا. بصوا نراجع طب مع الناس الحته ديت، انا لو عندي فتحه او لينك سواء فتحه في سويتش فتحه في جهاز كمبيوتر لينك هيوصل ما بينهم، هذا اللينك اما تبقى سرعته 10 ميجا دي الاحتمالات بتاعتنا او 100 ميجا او 1000 ميجا. 1000 ميجا دي اللي احنا بنقول عليها 1 ايه 1 جيجا، او في عندنا سرعات اعلى من كده. حد عارف السرعات ممكن توصل لكام؟ ايه اقصى سرعات ممكن نوصل لها؟ اللي عايز يشغل مايك ويجاوب براحتكم، اللي عايز يكتب يكتب اللي يناسبكم. ايه اقصى سرعه ممكن نوصل لها في اللينكات اللي هتوصل بالسويتشات سواء بقى من جهاز كمبيوتر لسويتش او ما بين سويتش وسويتش؟ 100 جيجا اتوقع، 1000 اللي هو 1 جيجا بت. 1 جيجا؟ لا، في طبعا سرعات اعلى من 1 جيجا. ما حد قال 100 جيجا صح كده؟ طيب 100 جيجا ديت لو الكابلات بتاعتي فايبر، يعني لو السويتش ده سويتش فايبر والكابلات اللي هتطلع منه ديت فايبر يبقى نقدر نوصل ل 100 جيجا. طب انا لو الكابلات بتاعتي الكابلات اللي هي النحاس التويستد بير، حد عارف اقصى سرعه ممكن نوصل لها مع الكابلات التويستد بير كام؟ طبعا التويستد بير ما تقدرش توصل ل 100 جيجا، 100 جيجا دي في الفايبر بس. أربعين جيجا يعني اقصى سرعه ممكن تبقى متاحه للينك واحد لو تويستد بير كابلات النحاس اللي هم الثمان اطراف دول 40 جيجا. طب لو فايبر ممكن نوصل ل 100 جيجا. طبعا في سرعات ما بين الجيجا وال 40 جيجا، في مثلا 10 جيجا، ساعات في حاجات بس ما بتبقاش منتشره قوي 2.5 جيجا، واخدين بالكم؟ طيب طبعا الاكثر انتشارا في الواقع العملي ال 100 والجيجا وال10 جيجا. ال40 جيجا دي محتاجه في الداتا سنترز، ان شاء الله لما تتعمقوا كده تاخدوا كورسات الداتا سنترز تعرفوا ان احنا لينكاتنا كلها بتبقى 40 جيجا ما بين السويتشات وبعضها. طيب احنا بقى هنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنقول لو اللينكات اللي واصله باجهزه الكمبيوتر كانت فاست ايثرنت. فاست ايثرنت يعني ايه؟ اللي هي ال100، خد بالك ال10 بيسموها الايثرنت وال100 ال100 بيسموها فاست ايثرنت. طب وال1000 بيسموها جيجا ايثرنت. طب ديت بيسموها 10 جيجا 2 جيجا وهكذا بقى 40 جيجا و100 جيجا.
فلما اقول لك فاست ايثرنت يبقى انا اقصد على طول ايه ال 100 ميجا دي. يقول لك لو اللينكات اللي واصله باجهزه الكمبيوتر كانت 100 ميجا، يبقى الديزاين الصح ان يبقى اللينك اللي ما بين السويتش والسويتش اللي هو رابط المجموعه دي بالمجموعه دي يبقى على الاقل جيجا، يعني يبقى ده كده 1 جيجا، ما يبقاش 100 ميجا زي دول. ليه تفتكروا ليه؟ حد يقدر يستنتج كده ليه؟ ليه اخلي اللينك ده اسرع بكتير من اللينكات اللي واصله باجهزه كمبيوتر؟ فكروا كده فيها. عشان يتحمل السرعات بنفس الوقت، سرعات الاجهزه. الله يفتح عليك. تخيلوا معايا الجهاز ده عايز يتكلم مع الجهاز ده. طب الجهاز ده قدرته ايه؟ قدرته ان هو يبعت 100 ميجا، خد بالك 100 ميجا بير سكند، يعني في الثانيه الواحده. طيب تخيل معايا الجهاز ده بعت 100 ميجا في الثانيه، مش ممكن قدرا يكون في نفس الوقت هناك جهاز اخر بيدور حوار ما بينه وما بين الجهاز ده؟ هو احنا موصلين المجموعتين دول ببعض ليه؟ مش عشان يكلموا بعض. طب افرض ده كمان في نفس ذات اللحظه، في نفس الثانيه كان بيتكلم مع حد في المجموعة الثانية دي، إذا لازم الداتا تعدي منين؟ من اللينك الوسيط اللي هو ما بين السويتش ده والسويتش دوت. طب باعت بكام ده برضه؟ ده باعت بسرعة 100 ميجا في الإيه؟ في الثانية الواحدة. جميل. كده العقل والمنطق بيقول إيه؟ الداتا دي عشان تعدي، إحنا كده محتاجين داتا قد إيه تعدي في اللينكة دي عشان توصل للجهازين اللي هنا؟ محتاجين 200 ميجا، 200 ميجا في الثانية الواحدة. طيب تخيل بقى لو اللينك ده ما كانش يستحمل، يعني عارف لو اللينك ده كان زي وزي اللينكات ديت 100 ميجا، 100 ميجا. طب ما هو لو ده 100 ميجا في الثانية وجاي له 200 ميجا في الثانية مش هيقدر يعديهم، ده كده جاي له حاجة أكثر من استيعابه. وده وارد يحصل، أصل اللينك ده بيوصل مجموعة بمجموعة. طب ما كده هيحصل ازمه. تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل في سيناريو زي ده؟ يعني انا عندي لينك 100 ميجا والمفترض يمشي فيه دلوقتي 200 ميجا وهو استيعابه 100 ميجا في الثانيه بس، تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل؟ دروب. الله يفتح عليك، هيحصل دروب. دروب يعني ايه؟ يعني الداتا الزياده عن استيعابي هتترمى، هيحصل دروب. دروب للحاجه الزياده، والله انا مش قدرتي ان انا ابعت ال 200 ميجا في الثانيه، انا اخري 100 ميجا. طب وبعدين هيعدي من ال 200 ميجا 100 وال 100 التانيين يحصل لهم دروب. طب ليه عمل دروب؟ لان ده اكتر من استيعابه. بيحصل ساعتها هنا في السويتش حاجه مشهوره جدا جدا بيسموها كونجيشن. المصطلح ده تحفظه زي اسمك. كونجيشن يعني ايه؟ يعني اختناق. تخيل معايا كده، تخيل معايا لو ده طريق بيمشي فيه سيارات عربيات وده طريق تاني ماشي فيه سيارات، والمفترض السيارات اللي جاية من الطريق ده والطريق ده المفترض في النهاية هيمشوا من الطريق الرئيسي ده. لو عايز السيارات اللي هنا كتير وهنا كتير وفي الآخر الطريق دوت اللي هيمشوا فيه كان طريق ضيق ما يكفيش، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي في المنطقة دي في النقطة دي تحديدا الدنيا زحمة، تلاقي عربيات دخلت في بعضها والدنيا باظت ولازم حد ينظم حركه المرور فعشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك لو انا عندي سكك فرعيه هيصبوا في النهايه في سكه رئيسيه، لازم السكه دي تكون سرعتها عاليه، او ساعات يقولوا عليها لازم السكه دي يبقى الباند ويدث بتاعها عالي. الباند ويدث المصطلح ده مقصود بيه السرعه، يعني ساعات بدل ما نقول سرعه نقول باندويث، عشان بس لو عدى عليك اي مصطلح من الاثنين تبقى فاهم المصطلح ده معناه ايه. لو انا قلت لك الباندويث بتاع اللينك ده ايه؟ يعني اقصد السرعه بتاعت اللينك ده، تقول لي 100 ميجا او جيجا او 2.5 جيجا او 10 جيجا او 40 جيجا، ده اللي هو ايه؟ الباندويث. اذا لابد يكون اللينك اللي ما بين السويتشات وبعضها الباندويث بتاعه يعني السرعه بتاعته اعلى من سرعه الاجهزه اللي واصله بالسويتشات عشان ما يحصلش كونجيشن. طب هو لو حصل كونجيشن ده ترتب عليه ايه؟
السويتش آسفا هيضطر يعمل دروب للحاجة الزيادة عن استيعابه. طيب افرض انا عايز اتجنب الدروب ده، اصل الدروب ده حاجة سيئة. تعرف يعني ايه دروب؟ يعني ممكن واحد يبعت داتا لشخص اخر وما توصلوش. ما وصلتلوش ليه؟ لان اترمت في السكة، واخدين بالكم؟ فالدروب ده حاجة سيئة، بتأثر على الكواليتي اوف سيرفيس، وبتخلي الشبكة بتاعتك مش شبكة كويسة. مهندس هيثم عايز تسأل، اتفضل. زاد فضلك حبيبي. الحين عندي استفسار. خلينا نقول عندنا 224 port switches، حلو؟ حيكون عندنا بكل switch 22 device، 22 PC مثلا، حلو؟ تمام. هل اللينك اللي طالع من السويتش للسويتش الثاني هل راح يكون ستيل 1 جيجا ولا نحتاج نستخدم اكثر؟ طبعا انت دلوقتي بتفترض سيناريو ان عدد الاجهزه اللي هنا كتير، وحتى لو ده كان 1 جيجا ممكن برضه يحصل ايه؟ كونجستشن، صح كده؟ انت هنا بقى عشان تحل الازمه دي وما يحصلش كونجستشن، بتحاول على قدر الامكان تعلي سرعه اللينك ده على قد ما تقدر. طب الامكانيات لا تسمح، او السويتش ده ما فيهوش اخر 1 جيجا، خلاص انت كده يعني اقصى المتاح هتخليه 1 جيجا. طب ايه رايك بقى ان ممكن يبقى 1 جيجا وما يحصلش كونجستشن، رغم ان انت بتقول لي هنا في 22 جهاز وما يحصلش كونجستشن؟ تفتكر ده ممكن يتم ازاي، مع ان انت حسب كلامك المفترض يبقى ده مثلا سرعته مساويه لاجمالي سرعه الاجهزه؟ ممكن يبقى 1 جيجا وما يحصلش كونجستشن، ليه؟ فكر فيها كده. سوي تو فيلانز وسوي ترانكينج لها يعني. لا 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 لا، الفيلانز ملهاش علاقه خالص بالموضوع ده. ها والله ما اني عارف صراحه. طيب سؤال، انت بتقول لي هنا في 22 جهاز، هل يعني احتماليه كبيره ان يكون ال 22 جهاز كلهم بيتكلموا دلوقتي؟ بنسبه كبيره هتلاقي مثلا نص الاجهزه اصحابها مش مستخدمينها والنص الثاني مستخدم، او حتى لو كلهم شغالين، هل معنى ان انا مشغل على جهازي ان انا دلوقتي بكلم واحد في الناحيه الثانيه وايه كمان ببعت له داتا بالسرعه كامله؟ لا مش شرط، انا ممكن يكون عندي هنا 50 جهاز بس والله نصهم مطفي ونصهم شغال، وحتى النص اللي شغال حاليا مفيش حوار بيدور ما بينه وبين المجموعه اللي هنا، وبالتالي ممكن يبقى اللينك ده 1 جيجا ورغم كده ما يحصلش ايه؟ كونجيشن، على اساس ان ايه؟ ان صعب جدا يكونوا كلهم اونلاين وكلهم بيتكلموا مع المجموعه اللي هنا وكلهم بيتكلموا بالفول سبيد بتاعتهم. فانا ممكن الدنيا 1 جيجا تمشي؟ اه ممكن تمشي عادي، رغم ان انا هنا ممكن يبقى عندي 20 جهاز. وصلت الفكرة؟ أوكي. شكرا لك. طيب فعشان ما يحصلش كونجستشن، والكونجستشن ده هترتب عليه يتعمل دروب، يقول لك الله يكرمك زود سرعة اللينك. عارف لو زودنا سرعة اللينك دوت انت ايه المشكلة؟ جاي 100 ميجا و100 ميجا زي الفل، هيعدوا مباشرة دون حدوث كونجستشن وبالتالي لن يحدث دروب. طيب افرض بقى، افرض زي ما الباشمهندس هيثم قال كده، انا عندي هنا عدد كبير من الاجهزه وفي احتمال حتى لو ده 1 جيجا يحصل كونجستشن. اه طب وبعدين؟ احنا الكونجستشن معناه دروب، احنا عايزين نتجنب عمل دروب. الدروب ده حاجه سيئه لازم نتجنب حدوثها. اخترع اختراع رائع جدا. ايه الاختراع دوت؟ حاجه اسمها بافرنج. في حته هنا برضه محتاجه اقولها، كلمة ترافيك ساعات بتطلق على الداتا، يعني ممكن اقول لك ايه؟ اللينك ده ماشي فيه ترافيك كتير. اقصد ايه بكلمة ترافيك عشان ما تستغربهاش؟ ترافيك يعني داتا، داتا حد بيبعت حاجة بيتكلم مع حد هنا وهكذا. فكلمة ترافيك تعني كلمة داتا. طيب، اخترعوا حاجة بقى في السويتشات اسمها ايه؟ اسمها بافرنج. ايه البافرنج ده؟ قال لك السويتش بيتحط فيه زي ميموري كده، أو ساعات بيقولوا عليها بافر. ميموري، اهي هنسميها ميموري او هنسميها بفر. ميموري او ما بين قوسين كده بفر. ايه الميموري دي لازمتها ايه؟ يقول لك بص، انت ايه المشكله دلوقتي؟ السويتش جات له داتا زياده عن استيعابه وبالتالي حصل كونجستشن. طب وكان بيعمل ايه الكونجستشن؟ السلوك الطبيعي بتاعه ان هو يدروب الزياده عن استيعابه. قال لك لا، طب ما بدل ما يدروب والداتا كده مش هتوصل للطرف الثاني، طب ما يحط الحاجات الزياده عن استيعابه في الميموري
يقول لها معلش يعني مثلا انا باعت ايه، انا باعت 100 و100، طب هو ما يقدرش يعدي ال 200 في الثانيه، يقوم جاي معدي ال 100 الاولانيه في الثانيه ويركن ال 100 الثانيه في البفر، يقول لها اركني على جنب دلوقتي 100 ميجا بير ايه بير سكند، 100 ميجا بيت بير سكند، لا اركني انا مش هرميك، انا مش هعمل لك دروب، انا هعمل معاكي واجب، انا هحطك في البفر مؤقتا. بعد ما يعدي ال 100 ميجا الاولانيين اللي هم استيعابه، يقوم عامل ايه؟ يقوم جاي واخد من البفر ال 100 ميجا التانيين ويعدي. طبعا البفر ده هيتحط فيه كل الحاجات الزياده عن استيعابي. وبالتالي احنا كده تجنبنا عمل دروب للداتا عن طريق اختراع الايه؟ البفر. طيب سؤال بقى، هل ممكن في وجود البفر ده نضطر برضه نعمل دروب للداتا؟ ها فكروا فيها كده، هل في احتماليه ان نحتاج نعمل دروب للداتا رغم وجود الاختراع بتاع البفر؟ ايه رايكم؟ طيب خليني اجاوبها. مش البفر ده عباره عن بالظبط، الله يفتح عليك مهندس سلطان، لو الذاكره فل، لو البفر ده اتملى، افرض كميه الداتا اللي جايه زياده عن اللزوم، احنا بنحط الزياده عن استيعابنا في الايه؟ في البفر، فالبفر ده اكيد هيجي عليه وقت ويتملى. عشان كده خدوا بالكم الحته الخطيره ديت، من ضمن الفروقات ما بين سويتش وسويتش، من ضمن الحاجات اللي بنقيم بيها سويتش، ممكن يبقى عندي سويتشين الاثنين 24 بورت والاثنين سرعتهم جيجا، بس في فرق ما بينهم في البفر. من ضمن الفروقات اللي بتميز سويتش عن سويتش حجم البفر قد ايه. كل ما البفر ده حجمه يزيد، كل ما يستوعب كمية داتا أكتر، وبالتالي نتجنب عمل دروب، والعكس بالعكس. إذا البفر ده بيبقى ليه طاقة، ليه سايز، كل ما يكبر كل ما يكون أفضل، ودي من ضمن الحاجات اللي بنفرق بيها سويتش عن سويتش. وأنا بشتري سويتش مش بس براعي هو فيه كام بورت، سرعة البورتات بتاعته والفيتشرز اللي بدعمها، من ضمن الحاجات برضه اللي ببص عليها في إمكانيات السويتش هو البفر بتاعه قد إيه، لأن البفر ده مهم جدا جدا في حالة حدوث كونجستشن، عشان الحاجة زيادة عن استيعاب ده تتحط فيه ونتجنب عمل دروب للإيه؟ للداتا. خدوا بالكم من حاجة بقى، البفر ده إحنا قلنا بيتحط فيه الحاجة الزيادة عن استيعابنا، بتتحط فيه الحاجة على شكل كيو. يعني إيه على شكل كيو؟ كلمة كيو يعني طابور. طابور. يعني إيه؟ بيتحط فيه الحاجة بالترتيب كده. الحاجة اللي جت، والله معلش انت مش هينفع تعدي دلوقتي عشان انت زياده عن استيعابنا، اركني على جنب فين؟ في البفر. فبيتحط بقى في البفر كيو، الداتا اللي وصلت الاول بتتحط في اول الطابور، الداتا اللي وصلت بعد كده بتتحط رقم، عارفين كذا، اذا واحد مثلا ايه راح يخلص اجراءات في اي جهه مثلا حكوميه ولا حاجه، فراح لقى موظف بس في طابور واقف قدامه، المواطن الاولاني راح يخلص اجراءاته، اللي بعده اللي بعده، فهو هيعمل ايه؟ هيقف في الطابور، هياخد مكانه، هو هيبقى ثالث واحد او رابع واحد او خامس واحد. فالحاجه بتتحط في البفر على شكل كيو، طابور. طيب والديفولت ايه؟ بصوا ركزوا في المصطلح ده عشان ما تتسال عليه كتير. الديفولت ان التعامل بيبقى بالفيفو. يعني ايه فيفو حضرتك؟ يعني الفيرست ان فيرست اوت. يعني اللي جه الاول بيتحط في اول الطابور، واللي بعده وهكذا، واللي جه الاول هو اللي بيطلع الاول. زي كده انت واقف في طابور في جهه حكوميه مثلا، تخلص اجراءات معينه فانت رحت بدري هتبقى في اول الطابور، فموظف هيمشيك انت الاول، وبعد كده اللي بعدك اللي جه بعدك اللي جه بعدك وهكذا. فدي نفس الطريقه اللي بيتعامل بيها السويتش مع الداتا اللي بتتحط في البفر. الفيرست ان بيتحط في اول الطابور وبيبقى هو الفيرست ايه؟ الفيرست اوت. تمام؟ طب هل السويتش ممكن يجي على داتا في نص الطابور
ويخليها في اول الطابور وتطلع الاول، عامل شبه ايه كده؟ تخيل معايا انت مثلا واقف في طابور في جهه حكوميه بتخلص اجراءاتك، بس في واحد من ضمن اللي واقفين في الطابور ده يعني راجل معاه واسطه، بالك ابن شخصيه مهمه ولا اي حاجه. فين بقى في الجهات الحكوميه الدنيا دي كتير، يعني يقول لك ايه، تعالى يا باشا انت اتفضل، انت ما توقفش في نص الطابور، انت تيجي كده معزز مكرم فين؟ في اول الطابور. هو كده كسر القاعده بتاعت ايه؟ بتاعت الفيفو. هل ممكن السويتشات تتعامل بهذه الطريقة؟ اه ممكن. امتى؟ لما انا احدد للسويتش داتا معينة غاية في الأهمية، عايزين التعامل معاها يبقى تعامل سبيشال، عايز اديها ايه؟ بصوا، عايز اديها بريوريتي، أولوية عن داتا تانية. يعني ممكن اقول للسويتش، ودي بإعدادات بنعمل على السويتش حاجة بيسموها quality of service configuration. يعني ايه quality of service؟ يعني انت بتكنترول جودة الخدمة لداتا معينة. والله في شخصية مهمة مثلا في توصية جاية، الراجل ده لما يجي يروح يجي في اول الطابور، ما يقفش في دوره، حتى لو جه متأخر، حتى لو جه متأخر، الراجل ده بيتعامل معاملة خاصة، ليه جودة خدمة مختلفة عن الخدمة المقدمة لباقي الناس. فيقول لك ايه؟ لو بس الكلام ده لو السويتش بيدعم ده. لا احنا طبعا من ضمن الفروقات ما بين سويتش وسويتش برضو بنراعيها واحنا بنشتري سويتش، هل السويتش بيفهم كواليتي اوف سيرفيس ولا لا؟ يعني ممكن اقول له بدي داتا عن داتا تانية، ادي اولوية لداتا عن داتا تانية، ينفع اقول للسويتش كده؟ هو الديفولت بيشتغل بايه؟ بالفيفو. لو ينفع اقول له كده يبقى هو بيسبورت شغل كواليتي اوف سيرفيس، لو ما ينفعش يبقى هو لا يدعم الكواليتي اوف سيرفيس. يبقى اذا من ضمن الفروقات ما بين سويتش وسويتش، هل بيسبورت كواليتي اوف سيرفيس ولا لا يدعم الكواليتي اوف سيرفيس؟ دي من الحاجات اللي بنراعيها. ولو بيسبورت الكواليتي اوف سيرفيس بيبقى ليه اعدادات بنعملها على السويتش عشان يخليه يهتم ويدي اولويه لداتا عن داتا ثانيه. انا ممكن اقول للسويتش والله بص، الداتا اللي جايه لك من الجهاز ده تهتم بيها جدا، دي تطلع في اول الطابور. اللي جاي لك على البورت ده او جاي لك من الجهاز اللي ليه ماك معين او اي بي معين، فيعمل ايه؟ والله هو بيبعت دلوقتي داتا، وفي داتا في الطابور جات له الداتا بتاعت الجهاز ده، المفترض تتحط الطبيعي يعني ان هي تتحط في دورها، زي مثلا هتبقى الداتا رقم 3. السويتش لما يلاقي الداتا اتحطت في المكان رقم 3 على تمام، ايه ده جاي من الشخص ده؟ لا ده راجل مهم، تعال انت فين؟ تعالي في الاول كده، ودي تنزل تحت، واخد تعامل خاص مع هذه الايه الداتا. اكتر حاجه بنحتاج نعمل معاها شغل كواليتي اوف سيرفيس هي الفويس والفيديو. الفويس والفيديو ايه بقى نقصد ايه بالحته دي؟ ساعات بيبقى في الشبكه بتاعتنا في الديزاين بتاعنا اللي احنا عاملينه دوت، بيبقى فيه تليفونات، في عندنا حاجه كده بيسموها الاي بي فونز. ايه الاي بي فونز دي؟ بتبقى تليفونات بتوصل في الشبكه زيها زي اجهزه الكمبيوتر. عاده بيبقى في الشركات بيبقى واصل بالسويتشات ايه؟ زي مثلا واصل لابتوبات، سيرفرات، اجهزه كمبيوتر عاديه، كاميرات، برنترات، من ضمن الحاجات اللي بتبقى واصله برضه في الشركه تليفونات يسموها اي بي فونز. اي بي فونز. فتعالى كده نحط ايه؟ تليفونين ثلاثه ولا حاجه. تمام؟ المنظر ده ونوصلهم. عاده بيبقى الموظفين في الشركه كل موظف قدامه على جهازه اللابتوب او جهازه اللي المفترض بيستخدمه في شغله وجنبه تليفون. عشان الموظفين لو حابين يتواصلوا مع بعض. فبنبقى بانيين شبكه تليفونات على نفس الشبكه بتاعه الايه؟ الكمبيوترات بتاعتنا. ونفس الكلام الناحيه الثانيه ممكن يبقى فيه تليفونات واصله بالمنظر ده. الحوار اللي هيحصل لو فرضا موظف قاعد على التليفون ده وبيتكلم مع موظف قاعد على التليفون ده، نوع الداتا اللي هتتبعت ما بينهم هتبقى ايه؟ نوع الداتا بتبقى عباره عن فويس،
فويس، واحيانا تبقى فيديو، بمعنى ساعات في بعض التليفونات المحترمه شويه بيبقى التليفون فيه كاميرا وفيه شاشه، يعني حضرتك كموظف لما ترفع السماعه تتكلم مع موظف تاني تبقى بتتكلم مع صوت وصوره، انت شايفه وهو شايفك، يعني اللي هينقل هيبقى فويس وفيديو. طب الداتا اللي هتتبعت من التليفون ده للتليفون ده لازم هتمشي فين؟ لازم هتمشي في اللينك اللي ما بين السويتش ده والسويتش ده، يعني هنحط دلوقتي هنا فويس وفيديو. من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نوفر لها جودة محترمة الفويس والفيديو. انا عايز لما ارفع السماعة هنا واتكلم مع الموظف اللي هنا ما الاقيش وانا بتكلم معاه الصوت بيقطع او الصوت مش واضح او في لغوشة كده، لا. ولو صورة مش عايز الصورة تبقى بتقطع وفيها مشاكل. فلو احنا عايزين نحقق ده يبقى لازم نهتم اهتمام بالغ بالفويس والفيديو. نديهم ايه؟ نديهم اولوية عن اي حاجة تانية. نعمل على السويتش شغل كواليتي اوف سيرفيس. نقول له ايه؟ بقول لك ايه يا سويتش، لو لقيت الداتا اللي جايه لك فويس او فيديو الله يكرمك لو هتحطها في الكيو، لو انت عندك كونجستشن واضطريت تحطها في الكيو الله يكرمك دي تتحط في اول الكيو، يعني دي عاملها معامله خاصه. اكتر حاجه بنحتاج نعمل عليها شغل كواليتي اوف سيرفيس هي الفويس والفيديو، عشان يبقى الصوت واضح مع الطرف الثاني، ولو في صوره كمان تبقى الصوره واضحه. نديها اولويه عن غيرها. خدوا بالكم بقى موضوع الفويس والفيديو ده ليه كورساته الخاصه بيه، يعني في كورسات بتعلمك ازاي تتعامل مع الاي بي فونز، وهتعرف كمان في الكورسات ديت ان انت لازم عشان يكون عندك منظومه زي ديت فيها اي بي فونز ويتكلموا مع بعض لازم يكون عندك سيرفر دوت هو اللي بينظم المكالمات اللي هتتم ما بين التليفونات، هو اللي بيحدد الرقم اللي هيعطى لكل تليفون. انا قاعد على جهازي كموظف عايز اطلب الموظف ده، طب هو رقمه كام؟ عشان اطلبه اكتب الرقم واطلبه. بص ده بيبقى تليفون عادي اهو زي التليفونات اللي احنا بنستخدمها بالمنظر ده، بطلب الرقم طب مين اللي بيحدد الرقم الخاص بيك؟ مين اللي بيحدد اعداداتك والكلام ده كله؟ الكلام ده تاخده في كورسات مخصوص بتتكلم على الفويس والفيديو، بيسموها كورسات الكولابوريشن. كولابوريشن عارفين، لو رجعنا لمحاضره المقدمه بتاعت الكورس بتاعنا من ضمن اللي قلنا عليه في محاضرة المقدمة التراكات بتاعة سيسكو. احنا في انهي تراك دلوقتي؟ في اللي هو الان بي الانتربرايز، بناخد انهي كورس اللي هو الانكور ده، صح كده؟ في تراكات خاصة بالايه؟ بالكولابوريشن، يعني في سي سي ان بي كولابوريشن، وليه برضه كورس الكور بتاعه، وليه كورسات الكونسنتريشنز بتاعتها، واخدين بالكم؟ فده تخصص. في التخصص بقى ده لما بتدرسه بتعرف ازاي تتعامل مع الاي بي فونز، ازاي تعمل لها كونفيجريشن. السيرفر اللي هو ساعات بيسموه كول مانجر اكسبريس او الكول مانجر، ده السيرفر ده ازاي نعمله، ازاي نعمل له كونفيجريشن، ازاي تحدد الارقام، التليفونات دي بتاخد اعداداتها منين، وهكذا. وبتدرس بقى في كورسات الكولابوريشن تتعمق في شغل الكواليتي اوف سيرفيس، يعني احنا قلنا انت هتحتاج تعمل على السويتش ده كونفيجريشن للكواليتي اوف سيرفيس علشان تقول له اهتم بالفويس، اهتم بالفيديو، كل الاوامر المتعلقه بالكواليتي اوف سيرفيس وازاي تعملها على السويتشات اللي بتدعم كواليتي اوف سيرفيس بتاخدها في كورسات الايه؟ الكولابوريشن. لان زي ما قلت لك اكتر حاجه بنحتاج نهتم بيها ونعمل لها شغل كواليتي اوف سيرفيس محترم هي الفويس والايه؟ والفيديو. اتمنى تكون الدنيا واضحه. احنا كده وصلنا لحد النقطه ديت، لسه الكلام ليه بقيه، ولكن جه معاك ميعاد البريك، يعني احنا ايه بنشتغل كده ساعه، ساعات الكلام ياخدنا نشتغل ساعه وخمس دقائق او 10 دقائق وبعدين نطلع ربع ساعه بريك ونرجع نكمل بعدها ان شاء الله. فدلوقتي الساعه 7:10، نرجع ان شاء الله ونص لخمس. حد بس عايز يسال في اي حاجه قبل ما نطلع بريك؟ طيب نرجع ان شاء الله 7:30 إلى 5 بإذن الله.
السلام عليكم. السلام عليكم، حد معانا؟ وعليكم السلام، تفضل. يلا بسم الله، السكرين كده ظهر عندكم تمام؟ بس طب ممتاز. طيب نكمل بقى باقي الجزء الخاص بالديزاين ده. احنا كده شفنا القواعد اللي لازم نلتزم بيها في حالة ان انت وصلت سويتشين ببعض في هذا الديزاين. شفنا بقى ايه، وهذه المصطلحات برضو ان شاء الله نكون فهمناها، يعني ايه كونجستشن، يعني ايه باندويتس، يعني ايه دروب، يعني ايه ترافيك، ايه هو البافرنج، ايه هو الكيو، الفيفو، الكواليتي اوف سيرفيس، وقد ايه بنحتاج نعمله للفويس والفيديو، ويعني ايه بريوريتي. طيب ده لو ديزاين في سويتشين. طبعا في الواقع العملي الدنيا ممكن تبقى اكبر من كده بكتير. انا مره كنت بتكلم مع حد قال لي احنا عندنا في الشركه 40 سويتش، كل سويتش واصل بيه مجموعه اجهزه. طب ليه 40 سويتش؟ ليه ما يجيبوش مثلا سويتش كبير ويوصلوا بيه الاجهزه كلها؟ لان الاجهزه متفرقه في اماكن مختلفه. يعني عارفين لو الاجهزه كلها متجمعه في مكان واحد خلاص نوصل، نجيب سويتش واحد ونوصل الدنيا كلها ببعضها. يكون سويتش كبير. على فكره في سويتشات ممكن يوصل عدد بورتاتها ل 1000 بورت و2000 بورت، وفي حاجات ممكن توصل ل 4000 بورت. فده الكلام ده لو الاجهزه متجمعه في مكان واحد. ولكن عاده الاجهزه بتبقى في الواقع العملي متوزعه، مثلا اجهزه في الدور الاول، اجهزه في الدور الثاني، اجهزه في الدور الثالث. ممكن يكون شركه فيها كذا مبنى وكل مبنى فيه اجهزه. ممكن كمان يبقى في الدور الواحد الاجهزه متجمعه في اماكن مختلفه. فالموضوع بيتطلب دايما ان انت تجيب اكتر من سويتش. طب تعالى تخيل مع بعض ان احنا عندنا مثلا عدد كبير بقى من السويتشات والاجهزه واصله. تعالى مثلا نحط ايه الثلاث اجهزه دول، او كفايه جهازين بس عشان ايه الدنيا ما تكبرش. بس انت بقى تخيل ان الجهازين دول مثلا 20 30 جهاز ولا حاجه، وهنوصلهم بايه؟ بهذا السويتش. احنا بقى ما بنتكلمش ان احنا عندنا سويتش واحد ولا اتنين. تخيل معايا انت عندك عشرات السويتشات متوزعه بقى على اماكن مختلفه، اما في نفس الدور كذا مكان او في ادوار مختلفه. يعني ممكن يبقى ده السويتش في الدور الاول، سويتش في الدور الثاني، سويتش في الدور الثالث، وهكذا. يعني بالمنظر ده في ناس للاسف مش فاهمه ديزاين ومش فاهمه شبكات صح، عارفين بيعملوا ايه عشان يربطوا السويتشات دي ببعضها. ما انت منطقيا عايز المنظومه كلها تعرف تكلم بعضها، فلا بد من ايه، لا بد من ربط السويتشات دي ببعضها. عارفين في ناس تعمل ايه؟ للاسف حاجه سيئه جدا، جاي موصل لينك من ده لده ويقعد كده يوصل لينكات من ده اللي بعده ومن ده اللي بعده ومن ده اللي بعده ومن ده اللي بعده. تخيل معايا عندنا 40 سويتش يقعد يوصل كده، ينط من سويتش على اللي بعده. ده أسوأ ديزاين ممكن تستخدمه في حياتك. مش عايز اقول لك كميه المشاكل الرهيبه اللي ممكن تظهر في هذا الديزاين. اقول لك مشكله صغنططه بسيطه، تخيل معايا جهاز هنا عايز يوصل لجهاز في السويتش رقم 40، ده لازم يعدي على كل السويتشات اللي في النص دي، ولو لا قدر الله سويتش في النص وقع التواصل، يعني لو السويتش ده وقع التواصل مع كل السويتشات اللي على اليمين دي هيتفصل عن الايه؟ السويتشات اللي على الشمال. ده جزء من بعض المشاكل اللي في هذا الديزاين السيء. ده كده بيصنف على انه من الباد ديزاينز. تمام؟ امال ايه بقى الجود ديزاين؟ الديزاين الصح. الديزاين الصح ان انت في سيناريو زي كده، مش سويتشين، عارف لو كانوا سويتشين بس، لا صح ان انت توصل لينك ما بينهم كده وخلصت. لو هم اونلي تو سويتشز، لكن بنتكلم في عشرات السويتشات، الديزاين الصح هنا تعمل ايه؟ بتجيب سويتش مركزي بيقولوا عليه الكور سويتش. تمام؟ الكور سويتش. وبعدين بنوصل الاجهزه ديت او السويتشات دي بالسويتش المركزي. ده الديزاين الصح. الديزاين ده هيجنبنا عشرات المشاكل.
بس طبعا هذا الديزاين برضه فيه مشكله، ما تقلقش هنشوف برضه مشاكله وازاي هنحل. اديك مثلا مثال هنا، لو افترضنا ان السويتش الجهاز اللي واصل بالسويتش الاول ده عايز يكلم الجهاز اللي واصل بالسويتش الاخير ده، في الديزاين الفاشل كان لازم يعدي على كل السويتشات اللي في النص دي. لا، هنا ايه اللي هيحصل؟ خط سيريال داتا يبقى كده هتطلع كده لده، ده يبعتها للكور والكور يبعتها لده، وبعدين تتبعت للجهاز. يعني عدينا على كام سويتش في السكه، بدل ما كنت اعدي على كل الليسته اللي في النص ديت، لا يا دوبك على ده وبعدين على الكور وبعد كده على ده. هنا بقى في شويه مصطلحات مهمه لازم تبقوا فاهمينها. السويتش المركزي ده اللي اتحط في النص ده بيقولوا عليه الكور سويتش. طب السويتشات اللي تحت ديت هل ليها اسم؟ اه، السويتشات اللي تحت ديت بيطلق عليها اسم الاكسس سويتشز. المصطلحات دي مهمة جدا لازم تبقى فاهمها. الاكسس سويتشز، يعني احنا هنا في الديزاين ده عندنا كام اكسس سويتش؟ 1 2 3 4 5 6. الاكسس سويتشز ده مصطلح بيطلق على السويتشات اللي بتوصل مباشرة بأجهزة الكمبيوتر، بتوصل بالسيرفرات، بتوصل بالكاميرات، بالتليفونات، بالبرنترات، دي بيتقال عليها اكسس سويتشز. طب السويتش المركزي اللي في النص ده يتقال عليه ايه؟ يتقال عليه الكور سويتش. تمام. طب اللينك، بصوا بقى المصطلح ده برضه مهم جدا. اللينك اللي بيبقى واصل ما بين الاكسس سويتش والكور سويتش بيتقال عليه الاب لينك. الاب لينك، الاب لينك ده اللي هو بيبقى طالع كده من الاكسس لايه؟ للكور. خدوا بالكم من حاجه، احنا في قاعده اسسناها، القاعده دي بتقول ان لابد ان اللينكات اللي تبقى ما بين السويتشات وبعضها سرعتها اعلى بكتير من سرعه الكابلات اللي واصله باجهزه كمبيوتر او بتليفونات او سيرفرات وهكذا. فنفس القاعده هنطبقها هنا، لابد تكون الاب لينكات دي اللي هي طالعه من الاكسس للكور سرعتها اعلى بكتير من سرعه اللينكات اللي واصله بالاجهزه اللي تحت. يعني مثلا لو اللينكات اللي تحت سرعتها 100 ميجا، يبقى ده بيتطلب ان اللينك ده يبقى على الاقل 1 جيجا. احنا هنا بنتكلم في ايه؟ يبقى انا عايز اللينك ده 1 جيجا، وعايز اللينك ده 1 جيجا، وعايز اللينك ده 1 جيجا، وده كمان 1 جيجا. طب انا عشان اخلي اللينكات دي 1 جيجا، خد بالك بص الحته المهمه دي، انت كده لازم الكور سويتش يبقى كل فتحاته جيجا. طب هل انا محتاج في الاكسس سويتش يبقى كل فتحاته جيجا؟ لا، انت لو تلاحظ انت محتاج في الاكسس ده يا دوب هي فتحه واحده بس تبقى جيجا. يعني لو انا عندي سويتش سي 24 بورد، ممكن يكون ال 24 بورد فاست ايثرنت عادي جدا، بس يكون في على الاقل 1 جيجا يتربط بالكور سويتش. وعلى فكره شايفين السويتش اللي انا حاطه ده؟ السويتش اللي انا حاطه ده سويتش سيسكو كاتاليست 2960. السويتش دوت في كام بورد؟ في 24 بورد فاست ايثرنت يعني 100، وحاطط لك بورتين على اليمين كده. ها ليه حاططهم على اليمين لوحدهم؟ عشان دول حضرتك جيجا، ويا سلام لو دول كانوا 10 جيجا، يا سلام كده ايه على الاقل بورت جيجا. عشان كده هو حاطط لك هنا على اليمين بورتين. طب ليه حاطط بورتين؟ ما كفايه بورت واحد. هقول لكم كمان شويه ليه ممكن يحط بورتين. يعني احنا هنا محتاجين بورت واحد. خد بالك من حاجه، انا استنتج من كده ان الكور سويتش ده لازم يبقى اعلى امكانيات من الاكسس سويتشز. بمعنى الاكسس سويتشز انت بتحتاج فتحاتها تبقى فاست ايثرنت، ومحتاج فيه كام فتحه جيجا؟ واحده او اتنين زي ما هنشوف كمان شويه. لكن الكور ده بيتطلب ان كل فتحاته تبقى جيجا، ويا سلام لو كل فتحاته 2 جيجا. طبعا ده بيبقى اعلى في التكلفه، عشان كده يقول لك ايه؟ ان الكور سويتش بيبقى اغلى سويتش في المنظومه بتاعتنا، لان انا بحتاج سرعاته وامكانياته تبقى اعلى بكتير من الاكسس، لان هو المسؤول عن ربط كل الاكسسات دي ببعضها. فلازم مثلا يبقى البفر فيه كويس، السرعات البورتات كويسه وهكذا.
ده بالاضافه لامكانيات ثانيه لسه هنشوفها بنحتاج ان هي تبقى موجوده في هذا الكورس ويتش. هنا الابلينكات بتاعتنا كام؟ 1 جيجا. انا مره كنت بتكلم مع حد قال لي احنا عندنا في الشركه، بص بقى وهو بيوصف الديزاين بتاعه، قال لي احنا عندنا في الشركه 40 اكسس سويتشز وكور سويتش. قلت له طب والابلينكات بتاعتك كام؟ قال لي الابلينكات بتاعتنا جيجا. خد بالك الابلينكات دي ممكن تبقى جيجا، الابلينكات دي ساعات بتبقى 10 جيجا، الابلينكات دي ساعات بتبقى 40 جيجا، الابلينكات دي كمان ممكن تبقى فايبر، يعني ممكن تبقى كابلاتنا كلها نحاس عادي جدا، لكن الابلينك بس هو اللي فايبر اللي طالع من الاكسس سويتش للكور سويتش. الابلينك ده ساعتها لو فايبر يبقى انا محتاج الفتحتين اللي على اليمين دول يبقوا فايبر، بس ساعتها لا يبد ان الكور سويتش تبقى فتحاته كلها ايه بقى؟ فتحاته كلها فايبر. لو انت عايز المنطقه اللي في النص ديت تبقى ايه؟ تبقى فايبر. جميل. الازمه الكبيره في هذا الديزاين ده، الديزاين الصح لبناء شبكه محترمه فيها عدد كبير من السويتشات، تفتكر ايه عيب هذا الديزاين؟ ايه المصيبه اللي لو حصلت، ايه الحاجه اللي لو حصلت هتبقى مصيبه والدنيا كلها تقع ولا كانك عملت حاجه؟ ها فكروا كده فيها معايا. ايه الحاجة اللي لو حصلت هتبقى مصيبة؟ الكور تعطل. الله يفتح عليك. فعلا لو الكور تعطل دي ازمة كبيرة. طب وبعدين نحلها. اتفضل. مش لازم يكون في سيكندري كور سويتش بعد. مظبوط. ما ده الحل بقى لهذه المشكلة. عشان كده يقول لك في الواقع العملي بنعمل ايه؟ في الواقع العمل الديزاين الصح ان يبقى عندنا من الكور ده اتنين. فمثلا هنخلي ده، ثواني امسح الاسهم دي بس عشان ما اتلخبطناش. ده كده هنخليه كور سويتش 1. تمام. وهنحط اتنين كور. ده الديزاين المظبوط لاي شركه محترمه بقى فيه اتنين كور. وده يفسر هم ليه حاطين في الاكسس سويتش فتحتين جيجا على اليمين. انتوا عارفين احنا لو وقفنا على السويتش ده كده هتلاقي، بص شايفين الصفحه اللي ظهرت لنا، بصوا عليها بصه كده بعينيكم هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان هو فيه من 1 لحد 24 فاست ايثرنت، وبعد كده فتحتين جيجا اللي هم جيجا ايثرنت 0 على 1 وجيجا ايثرنت 0 على ايه؟ على 2. طيب ليه حاطط فتحتين جيجا؟ قال لك عشان في الواقع العملي بنحتاج يطلع من الاكسس 2 ابلينك. ابلينك يطلع على الكور الاولاني وابلينك يطلع على الكور الثاني، ويبقى الديزاين عندنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ده الديزاين الصح لاي شركه. طبعا في ديزاينات تانية لو الدنيا اكبر من كده هنشوف دلوقتي. هنا بقى في الديزاين ده احنا بنكنترول باعدادات لسه هنشوفها مع بعض. هل مثلا عايز ده اللي يبقى شغال وده احتياطي بحيث ان لو ده وقع ده يحل محله، ولا انا عايز الاتنين يشتغلوا والحمل يتوزع ما بينهم؟ يعني زي مثلا لو الجهاز ده عايز يكلم الجهاز ده، الداتا وهي طالعه كده لازم تعدي على الكور، لا الجهاز ده لما يكلم الجهاز ده الداتا تعدي على الكور الاولاني. طيب لو الجهاز ده هو اللي عايز يكلم الجهاز ده، لا الداتا تعدي على الكور الثاني، بحيث ان يبقى جزء من الداتا اللي شايله الكور الاولاني وجزء اللي شايله الكور الثاني. تمام. مهندس ناصر كاتب بيقول سيريال، معلش تقصد سيريال ايه؟ سيريال الفيم وير ولا ايه؟ معلش مهندس ناصر وضح سؤالك شوية. اللينك سيريال؟ لا سيريال ده بيستخدم في الوان اونلي. السيريال انترفيسز بتستخدم في الوان وليس في اللان. احنا هنا بنتكلم لان. الفتحات دي مش هتبقى سيريال. الفتحات دي يا بتبقى ار جي 45 يا بتبقى فايبر.
السيريال ملوش وجود عندنا هنا في المنطقة دي خالص، تمام؟ لينك السيريال كمان ده حاجة قديمة دلوقتي، ما عادش حد بيستخدمه. ممتاز. طيب نرجع نكمل. يبقى احنا عندنا هنا كورس ويتش 1 كورس ويتش 2، ده الديزاين الصح بحيث ان لو واحد وقع التاني يحل محله. طب نرجع كده، شفنا الديزاينات الغلط، شفنا الديزاينات الصح، عرفنا يعني ايه كورس ويتش. خدوا بالكم لما تاخدوا كورسات داتا سنتر وتعرفوا الديزاينات بتاعه الداتا سنتر، ساعات بيقولوا على الكورس ويتش ده السباين سويتش. طب والاكسس سويتش اللي تحت ده ساعات بيطلقوا عليه، عشان بس ما تستغربش لو لقيت المصطلحين دول في الكتب ولا حد سألك عليهم. الاكسس سويتشز بيقولوا عليهم ساعات الليف سويتشز. انتوا عارفين ليف ده ليف يعني ايه؟ يعني ورقه شجر. والسباين ده يعني العمود الفقري. عارفين لما يبقى عندنا شجره الخشب اللي في النص ده هو العمود الفقري بتاعها، وبعدين متفرع منه بقى الايه الفروع واوراق الشجر، فده تحس كده ان الكور ده هو العمود الفقري بتاع هذه الشبكه. فساعات بيسموا الكور سويتش، هو ليه كذا اسم يعني، ساعات بيسموه السباين سويتش او الاكسس، ساعات بيسموه الليك سويتش. وعرفنا يعني ايه ابلينكس. هناك سويتشات ساعات يقولوا عليها الديستريبيوشن سويتشز. يعني ساعات واحد بيتكلم معاك كده يقول لك احنا عندنا اربعه ديستريبيوشن سويتش. طب فين هنا؟ احنا هنا عندنا قلنا اكسس وعندنا كور. فين الديستريبيوشن دوت؟ بصوا بقى الديستريبيوشن سويتشز دي بنحتاجها في الديزاينات الاضخم من هذا الديزاين. تعالى بقى اقول لك اوريك ارسم لك كده ديزاين اضخم من ده بمراحل، لو انت عندك بقى شركه اكبر واكبر. يبقى احنا خدنا ديزاين لحاجه ايه صغنططه كده، سويتشين. ديزاين لعشرات السويتشات متوصلين باثنين كور سويتش. طب ماذا لو الموضوع اكبر من كده؟ اكبر من كده ازاي يعني؟ اقول لك تخيل معايا، تعالى ناخد الاثنين دول كده كوبي. لو انا عندي مجموعه سويتشات في مبنى في شركه، زي مثلا ده سويتش في الدور الاول وده سويتش في الدور الثاني وده سويتش في الدور الثالث وهكذا، يعني ايه تخيل معايا عندي 10 ادوار في الشركه، بس ايه في المبنى الاول في الشركه. يعني خليني كده اضلل دوت ده كده زي ما تقول كده ده، استنى نكبرها شويه اهو، ده كده بيلدينج 1. بيلدينج 1 وفي ايه بقى؟ في عشرات السويتشات في بيلدينج 1. الطبيعي بنعمل ايه؟ بنجيب كور سويتش ونربط كل السويتشات اللي في المبنى ده ببعضها بالمنظر ده اهو. يبقى احنا عندنا ايه؟ اكسس وكور. حتى الان الديزاين ده شبه انهي ديزاين؟ شبه الديزاين اللي هو ده. ممكن نحط اثنين كور كمان. حلو. بس احنا لو بنتكلم بقى في شركه ما شاء الله ضخمه فيها كذا مبنى، يعني هناك تعالى ناخد ده كده زي ما هو كنترول سي كنترول في ونسحبه كده ايه يمين. تخيل معايا ده كده بيلدينج 2. فبيلدينج 2 هيبقى فيه الاكسس سويتشز بتاعته وهنربطهم بكور اخر غير الكور ده. غير ده مش هينفع، كل يعني مش هينفع سويتشات في مبنى نطلع منها لينكات على الكور اللي في المبنى الاول، لا احنا هنجيب كور مخصوص لده. فهيبقى بالمنظر ده كده. الدنيا هنا كبيرة بقى. طيب الشركة ما شاء الله فيها مبنى تالت اهو، ده كده هيبقى بيلدينج 3 تمام اهو بالمنظر ده. فنفس الكلام مش هينفع نربط السويتشات اللي في المبنى التالت بالكور بتاع المبنى التاني او الاول، فبنعمل ايه؟ بنجيب كور بالمنظر ده ونربط السويتشات اللي في المبنى الثالث. طب ما هو بالعقل والمنطق احنا محتاجين المبنى ده باجهزته
والمبنى ده باجهزته والمبنى ده باجهزته يتربطوا ببعض. تمام؟ فبنعمل ايه بقى؟ بنجيب كور كبير بقى. وركزوا معايا عشان في بعض المسميات هتختلف دلوقتي. الكور الكبير دوت هيتحط في احد المباني بس هيطلع منه كابل. كابل على الكور اللي في المبنى الاول، وكابل على الكور اللي في المبنى الثاني، وكابل على الكور اللي في المبنى الثالث. تمام؟ بصوا بقى هنا في مصطلحات بعض المسميات هتتغير. احنا قلنا السويتشات اللي تحت دي، تعالى كده اضللها لك بالمنظر ونديها لون اورنج كده شياكه اهو. الدوله كده اللي هم الصف اللي تحت ده بيقولوا عليهم ايه؟ بيسموهم الاكسس سويتشز. طيب احنا من شويه كنا بنقول على ايه؟ بنقول على ده كور وده كور وده كور. طب واللي فوق ده؟ قال لك لا احنا هنغير بس في التسميه، التسميات بتاعت السويتشات، هنسمي اللي فوق ده هو الكور، يبقى ده كده ايه؟ كور سويتش 1. طب واللي تحته؟ قال لك لا هنغير اسمهم، هتسميهم ايه يا عم؟ قال لك هنسميهم الديستريبيوشن سويتشز. ديستريبيوشن سويتشز. ده طبعا احنا بنتكلم في ايه؟ في ديزاين ضخم شويه. ديستريبيوشن، يبقى انا كده عندي كام ديستريبيوشن سويتش؟ ثلاثة ديستريبيوشن سويتش، واحد كور سويتش، وعد كده دي ثلاثة، وده يبقى تسعة اكسس سويتشز. وهيبقى ده كده لو احنا خدنا الحبة دول كده، دول الديستريبيوشن سويتش. طب واللي فوق ده؟ هنا هيبقى في الكور، ثواني كده ايه؟ نجيبها كده شوية. اه الكور سويتش. تمام، يبقى هنا كده هيبقى في المنطقه اللي فوق ديت فيها الكور سويتشز، واللي هنا كده الديستريبيوشن سويتشز، وتحت كده الاكسس سويتشز. الديزاين ده بنحتاجه في حاجه ضخمه، شركه كبيره فيها مباني وكل مبنى فيه عشرات السويتشات نربطهم بكور. فيه هنا برضه شويه مصطلحات زياده هنقولها. شايفين البيلدنج 1 ده اللي هو عباره عن شويه اكسسات وكور، شويه اكسسات ثانيه وكور، شويه اكسسات. البيلدنج ده بيسموه بلوك سويتشنج بلوك. يعني المربع ده كده بيسموه سويتشنج بلوك، يعني ده كده هيبقى سويتشنج بلوك 1. يعني لو اتسالت ساعات كده وانت بتوصف الديزاين بتاع شركتك، لكن انت عندك كام سويتش بلوك؟ هتقول له والله انا عندي ثلاثة سويتش بلوك. ده معناه ان انت عندك ايه؟ ثلاث مباني او كل مجموعه متجمعه بديستريبيوشن بقى. هنا مش ايه، ما اسموش كور هنا، ها، يبقى انا كده عندي سويتشنج بلوك 1، سويتشنج بلوك 2، سويتشنج بلوك 3. تمام، السويتشنج بلوك بيشمل ايه؟ شويه اكسس مع ديستريبيوشن، شويه اكسس مع ديستريبيوشن، شويه اكسس مع ديستريبيوشن، وفي الاخر متجمعين بايه؟ بكور. خدوا بالكم من حاجه خطيره ومهمه، احنا قلنا اللينكات اللي هتبقى واصله باجهزه كمبيوتر هتبقى مثلا، يعني مثلا هتبقى فاست ايثرنت. يعني ايه؟ يعني 100 ميجا. بصوا طب واللينكات اللي ما بين السويتشات؟ احنا قلنا اضعف الايمان تبقى جيجا. بصوا ركزوا معايا في الحته دي، انت هنا محتاج اللينكات اللي ما بين الاكسس والديستريبيوشن ديت تبقى على الاقل جيجا. ولكن هنا الديزاين الصح ان يبقى اللينك اللي ما بين البلوك ده او ما بين الديستريبيوشن ده والكور يبقى اضعف الايمان 10 جيجا. لو تلاحظ، انت ملاحظ ان الرسمه هنا عامله شبه هرم، ودي قاعدة الهرم، دي القاعدة اللي هي الاكسس سويتشز، ودي قمة الهرم. يقول لك كل ما تقرب من القمة لازم تزود السرعة. انت تحت ايه؟ فاست ايثرنت 100، يبقى هنا ايه؟ جيجا. يبقى فوق ايه؟ 10 جيجا. طب ليه ده 10 جيجا؟ لان خد بالك اللينك ده هيمشي فيه
كل الداتا اللي جايه من البلوك ده على بعضه. يعني لو البيلدنج ده مثلا فيه 1000 جهاز، ال 1000 جهاز دول عشان يتواصلوا مع ال 1000 جهاز اللي هنا، ده لازم يبعتوا كل الداتا بتاعتهم فين؟ في اللينك ده. فده لازم يكون لينك محترم على الاقل 10 جيجا. كل ما تقرب من قمه الهرم كل ما يعني تحتاج تزود السرعه. شايفين الديزاين اللي انا رسمته ده بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا عليه 3 layers hierarchical design. اولا كلمه hierarchical يعني ايه؟ hierarchical يعني هرمي. انت مش ملاحظ ان هو على شكل هرم؟ دي قاعده الهرم ودي قمه الهرم، تمام. طيب ليه بيسموه 3 layers؟ 3 layers يعني 3 طبقات، او ساعات بيسموه الثري تيرز ديزاين. ليه؟ لانه في 3 انواع من السويتشات: اكسس سويتشز، ديستريبيوشن سويتشز، كور سويتشز. فبيسموا المنطقه اللي فيها الاكسس سويتشز بيسموها الاكسس لاير، او ساعات بيسموها الايدج لاير، اللي هي واصله بايه؟ بالاجهزه ديت. طب واللاير ديت اللي هي فيها السويتشات الديستريبيوشن بيسموها الديستريبيوشن لاير، او في بعض الكتب ساعات بيسموها الاجريجيشن لاير. مهندس علي بيسال الديستريبيوشن سويتش هو الاجريجيشن سويتش؟ او حتى اجابه سؤالك هنا اهي، الديستريبيوشن سويتش او الديستريبيوشن لاير احيانا بيطلق عليها الاجريجيشن لاير. يعني ساعات بيتقال على الديستريبيوشن سويتش ده الاجريجيشن سويتش، aggregation switches. واخدين بالكم الفكره اهو؟ فهي ايه بس ايه؟ مصطلحات كتيره ساعات بتختلف من كتاب لكتاب. وقلنا ايه الجزء ده بيسموه؟ سويتش بلوك. سويتش بلوك. طيب خدوا بالكم من حاجه، احنا في الديزاين ده عندنا كام لاير؟ 3 لايرز. طب حد يقول لي في الديزاين ده عندنا كام لاير؟ غلط، مش 1 لاير، 2 لاير. مظبوط اهو، في الديزاين ده عندنا اكسس سويتشز، يبقى دي الاكسس لاير، وعندنا كور سويتشز، يبقى دي الكور لاير. بصوا بقى ركزوا معايا، عاده في الواقع العملي لو انا عندي شركه، هي الشركه كلها عباره عن مبنى واحد، مبنى واحد مش مباني بقى، الديزاين الانسب ايه؟ اللي هو ده. ده بقى بيسموه ايه؟ بيسموه تو لايرز، تو لايرز ديزاين، او التو تيرز ديزاين. انا شركه هو مبنى واحد ما فيش غيره، يبقى خليك في التو لايرز، مش محتاج 3 لايرز. لكن لو بتتكلم في مباني وكل مبنى فيه مجموعه سويتشات، يبقى عندنا كذا سويتش بلوك ومحتاجين كور فوق، يبقى احنا هنا هنحتاج 3 layers. يبقى احنا امام احتمالين، يا الديزاين يبقى 3 layers design وده شفناه، يا اما ال 2 layers. ساعات بيقولوا على ال 2 layers design الكولابسد design. ليه بيسموه الكولابسد؟ يقول لك اصل انت هنا اختصرت، انت هنا بدل ما تجيب distribution وبعد كده تجيب كور، لا انت اكتفيت بوضع كور، لان الموضوع لا مش مستاهل من الاخر ان انت تجيب ديستريبيوشن الاول. فكانك ايه؟ بدل ما تستخدم 3 طبقات استخدمت طبقتين. طب هنا دي الاكسس، المفترض فاضل لنا ايه؟ الديستريبيوشن والكور، كانهم دمجوا في طبقه واحده وسموها ايه؟ الكور. عشان كده بيسموا ده الكولابسد ديزاين. الديستريبيوشن والكور اللي هم في الثري تيرز بيبقوا تير واحده، اللي في الثري لايرز بيبقوا لاير واحده. وهنا بيسموه الكور اند اكسس سويتشز، ساعات بيسموهم زي ما قلت لكم سباين اند ليف سويتشز. في كورسات الداتا سنتر بيسموا ده سباين، ويسموا لا سوري بيسموا اللي فوق ده سباين، ويسموا ده ايه؟ ليف. اتمنى تكون الدنيا واضحه. خدوا بالكم في الديزاين ده، في الديزاين ده انا هنا لو لا قدر الله الكور ده وقع، الدنيا ضربت كده، البلوكات اتفصلت عن بعضها. طب لو الديستريبيوشن ده وقع برضه مشكله. عشان كده في الواقع العملي تعالى اوريك الديزاين بقى الضخم اللي بيستخدم فعلا
عشان كمان ابقى مامن نفسي، ولو لينك وقع يبقى في لينك بديل، ولو كور وقع يبقى في كور بديل. بصوا بقى ركزوا معايا، شايفين الديستريبيوشن دوت بيبقى فيه منه اتنين حضرتك، هيبقى هنا في اتنين. طب والديستريبيوشن ده برضه هيبقى هنا في اتنين، والديستريبيوشن ده هيبقى هنا في اتنين. طب والكور ده هيبقى فيه هنا، انا عامله كده عشان ادي مساحه اهو، هيبقى فيه اتنين. طب وتوصيلاتنا هتبقى عامله ازاي؟ بصوا بقى التوصيلات، ديزاين بيبقى معقد شويه وفي كابلات كتير، حاجه بالمنظر ده. عادة في الواقع العملي بيبقى كمان الديستريبيوشن ده مربوط بالديستريبيوشن اللي جنبه، يعني بيبقى فيه كده ايه لينك بالمنظر ده. تمام. ساعات كمان يبقى طالع من كل اكسس كابلين على كل ديستريبيوشن، يعني الديزاين عندنا هيبقى بالمنظر ده. وما بين الديستريبيوشن والديستريبيوشن في اتنين في كابلين. ثواني كده اكمل دول بالمره اهو. هنا بتتكلم في ديزاين لشركه ضخمه جدا. طيب بالنسبه للكور اللي فوق بيبقى طالع كابل من الديستريبيوشن ده على الكور الاولاني وكابل على الكور الثاني، وساعات بيبقوا كابلين بالمنظر ده. طب وكابل من الديستريبيوشن الثاني على الكور الاولاني، كابلين على ده وكابلين على ده، يعني الدنيا بدات تعقد شويه. ومن هنا كابلين على ده وكابلين على ده، وهنا كابلين على ده وكابلين. كابلين ليه كابلين؟ عشان لو لا قدر الله كابل وقع يبقى فيه بديل. احنا كده عندنا حاجه بيسموها الريدندنسي، كابل يقع لكابل بديل، سويتش يقع ديستريبيوشن لسويتش بديل، سويتش كور يقع لسويتش بديل. واخدين بالكم الفكره اهو، منظر موصل ده كده. تكبر شوية وبنوصل كمان الكور ده، الكور ده بالمنظر. هذا هو الديزاين للشركات الانتربرايز، انتربرايز او الشبكات الكامبوس اللي هي عبارة عن ايه، شبكات ضخمة. ساعات بيسموها الكامبوس نتورك او الانتربرايز نتورك. عشان كده الديزاين ده ساعات بيقولوا عليه ايه، بيسموه الانتربرايز كامبوس نتورك ديزاين، او الاي سي ان دي، او ساعات بيسموه الموديولر نتورك ديزاين، موديولر نتورك ديزاين. يبقى احنا خدنا الديزاين البسيط، خدنا الاعلى منه مبنى واحد مثلا، خدنا مجموعه مباني. احنا كده بفضل الله خلصنا محاضره النهارده. نكمل بقى ان شاء الله بكره، بس نشوف لو حد عنده اي سؤال قبل ما نقفل. متى حيكون متوفر التسجيل حق التسجيل؟ إدارة المعهد، إدارة المعهد هي اللي بتنزله مش أنا، بتنزله إما في نفس اليوم بعد المحاضرة، ممكن مثلا كمان ساعة كمان ساعتين، أو تاني يوم بالكتير. بنسبة كبيرة هيبقى النهاردة، يعني ممكن تشيك عليه كمان ساعة ولا حاجة وتشوف. ممتاز، شكرا لك. آمين وإياكم يا رب. حد عنده أي سؤال تاني؟ طيب أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. سلام عليكم.